السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا لهذا اليوم سنتعلم إن شاء الله الكاستينج، أو بما يسمى التحويل بين الأعداد الصحيحة إلى الأعداد الكسرية، أو من الأعداد الكسرية إلى الأعداد الصحيحة. مشروع جديد. نسميه اسم المشروع. نقوم في إنشاء وتعريف متغير على سبيل المثال انتقال إكس يساوي 9. الآن هذا عدد صحيح، نريد تحويله إلى عدد كسري. كيف نعمل؟ نقوم بتعريف متغير آخر نسميه واي. الواي هذا نسند له قيمة الانت، الان سنكتب تالي الطباعة سنطبع الواي. لنرى طبعا لنا 9 × 0، أي عدد كسري. الآن سوف نحول من عدد كسري إلى عدد صحيح. نقوم بتعريف متغير آخر دبل أو يساوي 9.5. نعرف متغير من نوع انتقال V أو T يساوي O، ولكن في حالة التغيير أو التحويل من عدد كسري إلى عدد صحيح نكتب هذا الأمر. نكتب int قبل هذا، قبل المتغير حق الدبل، نكتب كلمة إن بين قوسين. نطبع المتغير الجديد اللي هو تي، نعمل لهذا تعليق. طبع لنا 9. الآن تحول من عدد كسري إلى عدد صحيح. هذا درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.